سلام المسيح مشاهدينا الكرام. الليله بنرحب فيكم اكيد ومع خينا توفيق دياب، وبنطل عليكم عبر نور الشرق. والليله انا حابب اذكر بصلاتنا صديقتنا واختنا ياسمين، وربنا هيك يعطيها الصحه. سلام المسيح خينا توفيق معك ومع اخوتنا المشاهدين. واكيد مثل ما تعودوا عليك وعبر برنامجنا الرائع بين التدين والايمان. الليله حابين نتناقش سوا بموضوع، بمثل معروف بنسمعه كثير، بيحكوا عنه كثير، هو مثل الابن الضال. اولا خلينا توفيق، ليش يسوع استخدم المثل وعطى عن هذا المثل، يعني حكى عن الابن الضال؟ نعم، هون النص أو القراءة مكتوبة على مستويين. في أول مستوى لما صار الحدث مع يسوع ب15:1 بيقول كان جباة الضرائب والخاطئون يدنون من يسوع ليسمعوه، فقال الفريسيون ومعلمو الشريعة: متذمرين، هذا الرجل يرحب بالخاطئين ويأكل معهم. فإذن احتجوا كيف يسوع عم بيقرب من الخطأ من العشارين ومن غيرهم. هيدا كان أساس المثل. هلأ لما انكتبت القراءة سنة 85، كان بفترتها وقبل كان دخل العنصر اليهودي واضحة بأعمال الرسل، والعنصر الوثني صاروا مسيحية اثنيناتهم، وبنفس الوقت بطل صار يصير في خلافات مع بعضهم. هالخلافات هيدي مع بعضهم لليهودي اللي صار مسيحي وللوثني اللي صار مسيحي، انه بطلوا ياكلوا على مائده وحده، من هيك بحط لنا بعدين العجل المسمن. نعم. فعم بيحاول يقول انه هودي بيمثلوا هالشخصيتين، وبيفرجينا بنفس الوقت البي اللي رح يرجع يجمعون او يحاول يجمعون حتى يكونوا على مائده واحده. عظيم. لفت النظر، بيقول اذا بنحب اولا نقرا النص صح لحتى نفوت نشارك مشاهدينا بالنص. لوقا 15 من عدد 11 لعدد 32، إذا بيحبوا أخوتنا المشاهدين يفوتوا معنا بالقراءة يتأملوا فيها، هي بلوقا 15 11 لعدد 32. وقال يسوع: كان لرجل ابنان، فقال له الأصغر: يا أبي أعطني حصتي من الأملاك. فقسم لهما أملاكه. وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر كل ما يملكه وسافر إلى بلاد بعيدة، وهناك بدد ماله في العيش بلا حساب. فلما أنفق كل شيء أصابت تلك البلاد مجاعة قاسية، فوقع في ضيق، فلجأ إلى العمل عند رجل من أهل تلك البلاد، فأرسله إلى حقوله ليرعى الخنازير. وكان يشتهي أن يشبع من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكله، فلا يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم أجير عند أبي يفضل عنه الطعام، وأنا هنا أموت من الجوع. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا، فعاملني كأجير عندك. فقام ورجع إلى أبيه، فرآه أبوه قادما من بعيد، فأشفق عليه وأسرع إليه يعانقه ويقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لخدمه: أسرعوا، هاتوا أفخر ثوب وألبسوه، وضعوا خاتما في إصبعه وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فأخذوا يفرحون. وكان الابن الأكبر في الحقل، فلما رجع واقترب من البيت سمع صوت الغناء والرقص. فدعا أحد الخدم وسأله: ما الخبر؟ فأجابه: رجع أخوك سالما، فذبح أبوك العجل المسمن. فغضب ورفض أن يدخل، فخرج إليه أبوه يرجو منه أن يدخل. فقال لأبيه: خدمتك كل هذه السنين وما عصيت لك أمرا، فما أعطيتني جديا واحدا لأفرح به مع أصحابي. ولكن لما رجع ابنك هذا بعدما أكل مالك مع البغايا ذبحت العجل المسمن. فأجابه أبوه: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما هو لي هو لك، ولكن كان علينا أن نفرح ونمرح،
لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. كلام الرب. الشكر للرب. عظيم. من بعد ما سمعنا هالمثل وهالنص، الواحد إذا بده يتأمل بهالمثل ويقريه انطلاقا من الواقع، الواقع الإنساني، يستغرب بعض الأمور. يعني مثلا أولا، يعني مش طبيعي أبدا الابن يطلب من بيه حصته من الميراث وبعده هو حي عايش، يعني غريب. وكيف غريب، والأغرب من هيك إنه البي، يعني لو واحد بي طبيعي كان شحطه يمكن لابنه، أو كيف عم تطلب مني الميراث ومش عايب عليك. لا بالعكس، منشوف إنه البي بكل بساطة وكأنه قال له: إيه حبيبي تكرم عينك، أعطاه حصته ومثل تركه، يعني وكأنه روح الله معك. فكيف هالتصرف هيدا، كيف منفسر التصرف البي، وشو الميراث اللي طلبه الابن؟ يعني انه هون اكيد البي او الابن عم بيقول له لبيه مثل ما ادم قال للرب: بدي يكون رجال من دونك، يعني ما بدي اياك بحياتي. البي لانه بكل بساطه بيمثل الله، بعدين رح نكتشفها، ولانه مش مثل البي البشري. البي البشري كان احتضنه او كان عمل طريقه حتى يخليه صوبه، يشد صوبه. بينما البي هون لانه بيحترم حريته بكل هيك دغري قال له: روح وفل، يعني اعطاه حصته من الاملاك. وكانه في كلمه هون واضحه كانت باليوناني بتقول اخذ كل شيء، يعني حتى عم بيقول له لبيه: ما بدي الاسم منك، ما بدي كياني مرتبط بكيانك، ما بدي شيء منك. قطع العلاقه وفل. هل بيقدر حقيقه الانسان، اذا بنقول انه هالبي بناخده وكان هو الله، هل بيقدر الانسان حقيقه يقطع علاقته مع الله كليا؟ هل بيقدر يترك الله بحياته؟ أكيد واضحة مثل عين الشمس بالكتاب المقدس. من آدم لليوم بعدنا نحن بمحل من المحلات، من دير ظهرنا لله نقطعه من فل. وهيدي أكيد مش منيحة، لأن الإنسان رح يكتشف بعد مع الوقت أنه هالانقطاع عن الله رح يوصله لمحل يغرق، لبل بمحل يجوع، لبل بمحل يكتشف بعده عن الله ويحاول يرجع يعمل عودة. حلو. منشوف كمان خينا توفيق انه هالابن تصرف مثل شي مراهق، يعني بايام المراهقة كان في دايما الرفض. شو ما بيقولوا لنا اهلنا، دايما المراهق بيقول لا ما بدي، وبحس انه بحاجه لانه يستقل، يعني كانه البعد عن الله هل هو استقلاليه حقيقه؟ لانه بمطرح ما علاقتنا مع الله بنحس فيها اوقات، خاصه مع الوصايا اللي حطت لنا اياها والطلبات اللي نازل فيها: لا تقتل، لا تسرق، ما تعمل هيك وكذا، بحس حاله الواحد انه مقيد وخلص بده ينطلق، بده يعيش على راسه. واليوم خاصة أكثر وأكثر عم نسمع بينادوا بالحرية: هيدا جسدي أنا حر أتصرف فيه مثل ما بدي، حر أني نقي هويتي الجنسية. يعني هل حقيقة علاقتنا مع الله نشعر فيها انه نحن احرار، ولا في قيود مرتبطين ربطنا فيها؟ يعني هون يبين انه مش رابطه بشيء البي. بمجرد ما قال له بدي الميراث، دغري جمع الابنين، قسم املاكه وفل الابن. وهون نقطه كثير مهمه اذا بدنا نحكي تدينيا. اله التدين اللي نحن بنصنعه دائما بنجي لعنده وبنقعد عند اجراه وبنصير كانه شو نعمل؟ نطلب منه اشياء، انه يا رب اعطيني هالشغله، يا رب اعمل لي هالشهاده حتى انجح فيها، يا رب ساعدني حتى اشتري بيت، ساعدني حتى اشتري سياره، يا رب ما تخليني امرض، يا رب يا رب يا رب. وبيبقى بعلاقته مع الله علاقه طفل. اوكي، هيدا على مستوى التدين.
بينما بالمراهقة الإنسان بيكون بده يشق طريقه، بده يعبر عن شخصيته، وبمحل من المحلات إذا البي قال إيه الابن بيقول لا، إذا الأهل قالوا له عمال هيك الابن بيعمل عكس. وبهالمرحلة هيدي هي مرحلة الخيارات الأساسية بالحياة، الطيش إذا بدك. راح الولد هيدا، بس بعدين رح يرجع ورح يرجع يكتشف حقيقة من هو البي اللي تركه. والحرية هي كانت نقطة مهمة، لما شافه هالقد عم يحترم له حريته، هالقد عم بحبه، هيدي رح تبقى بقلبه حتى يوم من الأيام يفكر يرجع لعند بيو. رائع. بيقول النص المثل: سافر إلى بلاد بعيدة وهناك بدد ماله في العيش بلا حساب، فلما أنفق كل شيء أصابت تلك البلاد مجاعة قاسية فوقع في ضيق. بلشت المشاكل. يعني منشوف هون هالابن كل ما ابتعد عن بيو أكثر كل ما عم يوقع بمصايب، يعني المصايب ما بتجي مصيبة واحدة، بتتجمع وبتجي دفعة كلها سوا. وصل لمطرح جيع، ما معه ياكل، وكان يشتهي انه يشبع من الخرنوب اللي كانت الخنازير تاكله، اكل الخنازير بس، وما كان عم بيطعمي حدا. يعني هالانحدار اذا بدنا نسميه الانحدار اللي عم بيعيشه هالابن، هالافلاس هيدا، ان كان على الصعيد المثل هو افلاس مادي، وان كان على الصعيد علاقتنا مع الله هو افلاس روحي. عادة وصل هون بنحس بتعاسة انه جوعان، بس عادة الانسان اللي عم بفتش، بنعرف انه نحن بنفتش عن سعادتنا، هالسعادة بنحاول نفتش عليها بمطارح كتيرة، اوقات بالمال بالسلطة، بنلاقي انه بنكون مبسوطين فيها، يعني ما بنشعر بالوضع اللي كان هو عم يشعر فيه. فكيف منشوف اليوم هالوضع اللي عاشه الابن؟ ليش عم بيحكينا النص عن هالانحدار وكأنه عم بيعطينا صورة صار خلص تعتير بالأرض؟ عمليا كأنه الابن من الأساس لما قطع علاقته بطل بده بيو يكون معيار بحياته، أو يكون عم بيحدد المعايير بحياته. قال لك خليني أنا روح وأنا بصير سيد ذاتي وأنا بحدد المعايير بحياتي. طريقته بالتصرف شوي 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 صارت تقود يمكن لخيارات خاطئة، من خيار لخيار لخيار لخيار، وصل لمرحلة بقلنا وصل كأنه بده يأكل من خرنوب الخنازير، يعني وصل للصفر. ودائما الرب بحسب هالقراءة هيدي بيترك الإنسان يروح، أوكي، تيجي وقت يختبر يدوق، يعني مثل كأنه عم بيروح يفتش بتمه، بيدوق من هالشغلة ومن هالشغلة ومن هالشغلة. هو عم بيدوق بلش يجوع. يجوع مش بمعنى إنه المادة فقط، عم نحكي بالمعنى الأعمق من هيك، كأنه بياكل من الأشياء الموجودة بالحياة بيرجع بعد بده، بيشرب بيرجع بعد بده، بيعمل الأمور اللي فيها ملذات بيرجع بعد بده. فبيوصل لمحل بيقول يا عمي ما عم بشبع، دائما بدي دائما بدي، إذا قلنا مصاري دائما بدي، إذا قلنا شهرة دائما بدي، إذا قلنا بالخطية بالانغماس بكل الأمور اللي بتسبب خطية كمان بعد بدي بعد بدي. آخر شيء قال يا عمي ما عم بشبع بمحل من المحلات، فهون شو قرر يعمل؟ وهيدا اللي كان بده إياه البي، بده إياه البي شو يعمل؟ يختبر، يشوف، يدوق، أوكي؟ هو عم بيدوق رح يجي يوم من الأيام يجوع، وبس يجوع بهالفترة هيدي رح تكون الصورة اللي رسمها عن بيو عم تتكسر شوي شوي، وهي عم تتكسر هو راجع. بعدين لما يستقبله بيو رح تنكشف الصورة الحقيقية عن بيو، وبنفس الوقت بس جع صار قادر يدوق الحب الحقيقي اللي بده يعطيه البي. يعني بهالجوع اللي اختبره، لما نحكي عن جوع معنوي مش عن جوع مادي، جوع الإنسان بيفتش عليه، هو دايما جوعان لإله، جوعان لحدا يحبه، جوع روحي. وعشان كرمال هيك، طب كمان برجع بستغرب خبرية إنه تركوا البي. قلت شغلة كتير مهمة، إنه
مثل كأنه إذا بناخدها على الله بيترك الإنسان، بيتركني روح خبيث يعني لحد ما أهلك، مثل بأنه السفينة وقت عم بحسوا حالهم عم يغرقوا نطر الخبرية لخلص كأنه الواحد عم يغرق، وبالنهاية ليصرخ ليرجع يشعر أنه الله بيتدخل ويخلصه من المشكلة. ايه بس هون الشغله اللي بدي اقولها، الله ما بيترك الانسان يروح يخبص، يعني بمعنى يروح على الخطيه، بس الانسان خياراته الخاطئه بتقوده شوي شوي تنجر للخطيه. بالاول كان رايح يمكن عم بيحقق اشياء بحياته، اكتشف انه ما فيها شيء، بالاخير كوع ورجع لوين؟ للخطيه. فهيدي النقطه مهمه اكيد، انه هلا ليه بيتركه يروح لبعيد؟ مثل ما قلنا راح تنهدم صوره، الصوره اللي عنده عن بيو، تيرجع يكتشف بيه من جديد، بمحل بيضيعه بمحل بيرجع بيلاقيه. وبنفس الوقت في كتير نصوص بتحكي لما الانسان يوصل للصفر ساعتها الرب بيتدخل. ليش؟ حتى الانسان يعرف انه بقوته الشخصيه ما بيقدر يحقق خلاصه. بمحل من المحلات الانسان رح يكتشف حاله انه عاجز. هالعجز هيدا اللي عنده رح يخليه بعدين يتطلع طلوع صوب الله، يتطلع صوب الرب ويقول له يا رب انا من دونك ما فيني احقق ذاتي، من دونك ما فيني حقق كياني، من دونك ما فيني حقق سعادتي، من دونك انا مش قادر اعمل شيء. من هيك ساعتها بيطلب يسوع، بيطلب الرب، لحتى الرب يكون هو وياه، وبنوصل لمرحله بيقولها مثل ما قال مربولوس، لست انا قوي او لست انا حي، بل يسوع حي فيا، وانا قوي بالذي يقويني. امين. شو كانت كيف نقدر نوصف العلاقة، علاقة الابن الكبير بالبي؟ يعني من كل هال من أول المثل لهلأ منشوف بعدين بالأخير بينذكر الابن الكبير، وكأنه التركيز على هالابن اللي ترك اللي فل. كيف كانت علاقة هالابن الكبير مع بيو؟ وكيف كانت علاقة الابن الصغير مع بيو؟ يعني نعرف انه حكينا انه هو فل وعم بحس بالاستقلالية، بس علاقة الخي والخي هون ما منشوفها كمان، ما منلاحظها ابدا، يعني وكأنه ما حدا له خصة بالتاني، مفصولين عن بعضهم. لانه علاقتهم بالاساس او نظرتهم لالله البي مش مزبوطة، لان اول واحد شو قال؟ بده يرجع يشتغل عنده كاجير. نعم. اوكي، معناتها كان شايف بيو ما انه بي. وتاني واحد لما رجع الابن الصغير غضب بوجه البي، معناته حاطط بقلبه تجاه البي، وبنفس الوقت قال له خدمتك كل هذه السنين، معناته عم يتعاطى مع بيو كمان مش كبي، عم يتعاطى كعبد مع سيد. ونحن بنعرف بالانجيل يعني بقلنا انه انا لا ادعوكم عبيدا بل ابناء. اوكي، فاذا هون هالصوره عند اثنين كانت مضروبه، من هيك كان مفترض واكيد لازم تتصلح. عظيم. بيقول الناس كمان انه دايما هيدا الشيء عم يطرح مشكلة، واللي هو عودة الابن. عودة الابن بسمع اوقات كتير ناس بيقولوا انه هو تاب ورجع، او هل هو حقيقة تاب ورجع؟ لانه منشوفه عم بيحضر جمل حلوين، يعني مثل اوقات نحن نشعر جواتنا انه عايشين خطيه معينه تجاه الله، فنعمل له صلوات حلوه تسعويه معينه لقديس لحتى نرجع نظبط العلاقه. هل هالشيء هو بدل على علاقه صحيحه مع الله ايمانيا، ام هو نظره تدينيه بعدنا عايشين هالتدين هيدا، التدين الطبيعي اللي بدنا نستعطف، او هيك مثل واحد يعني بده يحنن قلب الله، يحنن قلب هل الله لحتى يشفق عليه ويرجعه؟ شو اجير؟ يعني مثل ما قلت بعد الصوره مشوهه. صح، هو اول شيء لما رجع ما كان تايب، ما كان تايب، رجع لانه جاع، واضحه بالقراءه، لانه جاع رجع. ثاني ناحيه فكر بالاجره عن بيو. اوكي، انه هودوك عم ياكله وعم يشبعوا، طب ليه انا ما برجع؟ بعدين حضر طريقه، هالطريقه هيدي هي تدينيه، يعني بصير حنن قلب الله،
نعم بصير استخدم تعابير انه انت يا بيي انت رائع، بس تطلع فيي، بصير احكي بعاطفيه، بصير احكي بطريقه معينه، وبقدم له صلوات وندورات واشياء معينه، هدفها شو هو؟ استميله لهالبي، حنن له قلبه لحتى يفوتني على البيت، وان شاء الله يحطني باي مكان بالبيت، مهم انه ارجع فوت على البيت. فكانه بالبدايه فالصادق رجع كذاب، فالمنيح رجع مش منيح، ورجعته لقاؤه مع البي، والبي هون صار مستعد. ليه صار مستعد؟ لانه كان ناطر، مستعد انه يحتضن الابن ويفرجيه صورته الحقيقيه. لما رجع الابن فارغ فاضي، بيقوم البي بيعبيه بحبه. من هيك انا قلت قبل شوي انه بس يجوع بيصير في فراغ، هالفراغ اللي جوا صار قادر يخليه يذوق الكلمه، او صار قادر يخليه حقيقه يذوق حب بيه الحقيقي. ساعتها هونيك بس ذاق حب بيه انفتحت عيونه، وبقول له النص ما حكي ولا كلمه بعدين، كانه شاف صوره بيه مثل ما لازم يشوفها، وهيدا الشيء اللي كان عمل تغيير احدث شيء بحياه هالولد هيدا. عظيم. يعني حقيقه اذا ما كان هو تايب، هو جوعان لهيدا الحب، والعلامه انه البي احتضنه معه وما خليه يكمل العباره. ما خليه يكمل العباره. طب خلينا توفيق سؤال، هل نحن حقيقه نسمع وقت كثير انه الواحد بيبقى في عنده خوف دائما لما بده يرجع على البيت؟ نحن وكانه هلا برات البيت، ومين اللي ناطرنا؟ هل ناطرنا حقيقه هذا البي، او ناطرنا قاضي سيد جهنم، ما بعرف الصور اللي بيعطونا اياها؟ يعني في احد الاشخاص حقيقه مثل كان عم يسالني انه شو عم بيصير، فقد مرته، وفي حدا كمان فقدت بيا، في انسانه فقدت بيا، كانت عتلاني هم العتمه اللي بده يقعد فيها. فهل حقيقه اللي ناطرنا هو هيدا البي او حدا تاني؟ من هيك الانجيل بيعطينا نور كثير قوي من خلال هالقراءه هيدي، بيفرجينا البي ما بيخلي الابن يكفي بكلمته، ما بيقول له روح اتحمم تحت اغمرك، ما بيقول له روح نظف حالك، ما بيقول له ظبط وضعك، بيحتضنه، وبس يحتضنه بحراره هالحب هيدي، هون الولد بيولد من جديد، هون صار في ولاده جديده. هالولاده الجديده مثل كانه واحد طفل، او كانه اذا بدك مثل ادم لما خلقه الرب، كان بالبدايه يمكن شويه رمل، بلش يتحركوا الايدين، يفتحوا العيون مثل الطفل الصغير، ساعتها ولد جديد لحتى يلتقي ببي بحبه، وببي ولا مره تركه، حتى لو هو تركه كان ناطره ومنتظره. من هيك لما رجع دغري رح صوبه. امين. رائع خينا توفيق. مشاهدينا الكرام، فاصل ونرجع لهالحديث الشيق والحلو. إذن خينا توفيق، من بعد ما عرفنا أنه اللي بيستقبلنا هو البي، الله البي، وحتى منشوف أنه هالحنان كله، هالعبطة والبوسة، يعني مثل هو ناطرنا أكثر ما نحن ناطرين أنه نوصل لعنده. يعني شو هالشوق اللي حقيقة هيك بيخليك انت بفارغ الصبر ترجع تتمنى اللقاء، هاللقاء هيدا العظيم مع الله البي. واذا في مجال بس نعرف انه ليش طلب يلبسه هالحذاء وهاللباس، هيدا افخر ثوب البسوه، ضعوا خاتما في اصبعه، وكانه شو عم بيحاول يقله للابن؟ اول شيء رجع عاري، لانه رجع عاري لبس ثوب البنوه والملوكيه. ثاني ناحيه الحذاء، رجعه ابن، هو عم بيشوفه كعبد. نعم. عم بيقول له تذكر انك فليت ابن، رجعت ابن، ورح تبقى ابن، بتضلك اوعى تفكر انه صورتي فيك رح تضيع. بنفس الوقت كمان لما لبسوا الخاتم، الخاتم السلطه، الخاتم الشركه،
كأنه في خاتم كان عند اثنين، عند الصغير وعند الكبير. عند الصغير بين الخاتم لما عم بيقول له كأنه محلك بعده محفوظ بقلبي، وهيدا الخاتم بعده ما حدا لبسه، إلك أنت هيدا. وللابن الكبير كأنه الابن الكبير ما استخدم هالخاتم، هو ابن بالبيت بس ولا مرة كان يختم حتى ياخذ من الأشياء من البيت اللي هي له، منا لحدا تاني. لكن هو كانت نظرته لبيه وطريقة تعاطيه مع بيه كعبد مع سيد، كإنسان بيعتبر أنه هالبي هيدا منه بي حقيقي، هيدا بي ظالم، هيدا بي منه محب. والبرهان وين؟ أنه كمان مثل ما الابن الصغير كان عم يستعطف البي هو جاي، الكبير عم يستعطف البي بطريقة من الطرق من خلال العجل المسمن. يعني بيجي بياكل العجل المسمن وبيروح، أوكي؟ فكأنه عم بيحنن قلب البي تيعطي عجل تيروح لبرا ويفرح فيه مع مين؟ مع أصحابه، لأنه فرحته بالعمق ما بتكون مع بيو. هيدي مثلنا نحن بهالأيام، هيدي مرات نحن كأبناء كنيسة مرات كتير بنكون جوا بس عنا حياة تانية برا. بنكون جوا مثل الطفل الصغير هيك منيح ووديع وبيطبق الوصايا وبس يكون برا بيكون شخصية تانية، بيكون رئيس شغل مثلا عنده مؤسسة، ظالم كل الشغيرة، بس بالكنيسة بتشوفه طيب وديع، يعني رجع الصغير اللي كنا عم نحكي عنه. فهيدا شيء مش كتير مقبول يعني، فلازم يصير في تغيير أكيد. فبهالناحية هيدي انكشفت صورة البي تجاه الابن الصغير، ورح تنكشف كمان صورة البي تجاه الابن الكبير هيدا إذا قبل أنه يقبل هالصورة هيدي اللي اجته بشكل إذا بدك نور قوي حتى ينفتح عيونه ويفوت يشارك خيه بهالفرحة هيدي. طيب منطقيا أنه الواحد كمان أنه وين العدل بالموضوع؟ أنه هالشخص هالابن الصغير أخذ كل شيء، أخذ حقه، أخذ ميراثه وراح وعيش حياته كما بيقولوا، ورجع فإنه رجع يعني رجع يحصل من حق خيه، يعني من يعني منطقيا كالمنطق البشري إنه خلص أخذت حقك، غلطت حملت مسؤولية، تحمل مسؤولية غلطك، صرفت كل ميراثك، جاي كمان ترجع تسيطر وترجع تسيطر على البيت. وكأنه يعني أكيد الابن الكبير طبيعي أنه يحتاج، ما فينا أنا أحتاج أنه مثلا لنحكيها بأكثر هيك بالواقع، مثل واحد يعني بيقضي حياته أوكي عم بيصلي وبيصوم وعيش كل كلمة ومش غلط أوكي، وفجأة بيقرر واحد يترك هيدي الحياة خيو ويفل ويروح ما بعرف لوين، شو يعمل، يزني، يسرق، يعيش الخطية، يستغل هالرحمة والنعمة ربنا، حب الله لإله. ومن بعدها انه والله انا حسيت انه عم فتش على مين يحبني وما لقيت حالي، ومع انه الخطية بتبهدل، ومن بعدها رجع شو بده يستفيد، يرجع من نعمة بيه، وبده يقبل الابن الكبير اللي جوه بكل بساطة انه هيدا يرجع. هون بدنا ننتبه لشغلة، بس نحكي عن عدل الله ورحمة الله هن وجهين لعملة وحدة، هن وجهين لمحبته. لأنه من العدل انه الله يرحم الإنسان لأنه ضعيف، ومن العدل انه البي يستقبل الابن الصغير. اذا قلنا بشريا نحن ابن زعل اهله بس يرجع شوف الام شو بتعمل، حتى الام اذا ابنها كان مريض تهتم فيه اكثر من الابن اللي بتعتبره صحيح. فمن الرحمه يصير هيك. بس هلا يروح يخطي، انا ما بقول يروح يخطي، نحن ما بنقول هيك، الخطيه بتسمم الانسان. الله بيقول له عنا ما تاكلها مش كوصايا، بيقول له عنا ما تاكلها بمحبه، لانه هيدا الشيء رح يضرك. كيف ام بتقول لابنها ما تقرب من هالشغله، لان هالشغله هيدي ممكن اذا اكلت منها تتسمم، انا ما بدي اياك تتسمم. هيدي بيقدر يشوفها الانسان بعد ما يشوف وجه البي الحلو، يتعرف على وجه البي. هيدي ناحيه. ناحيه ثانيه بالسؤال انه راح وعيش حياته وكل الاشياء هيدي، لي مرات نحن اللي جوات الكنيسه، اوكي انا عم بحكي اللي من التزمين، منكون جوا بس عيننا برا، منكون جوا لأنه خايفين، وهون صورة التدين. لأني أنا بخاف من الله شو بعمل؟
بصير اعمل له اشياء ترضيه، وهالاشياء هيدي اللي بعملها تترضيه حتى استعطفه، حتى اخذ منه اشياء، بس انا جوات قلبي من جوا مش قبلان بهالشيء. والبرهان في كتير بيكونوا اخذين خيارات روحيه بحياتهم انه ماشيين مع الله وكتير ماشي الحال الشغل معهم، بعد فتره شغله من برا بتضوي تسحبه للشخص من جوا وبتحطه برا وبيعمل شغلات اللي كان عاده برا ما بيعملها. ليش؟ لانه علاقته مع بيو علاقه مبنيه على الخوف مش على الحب. فلما انا بجي على الايمان وبلتقي ببي بحبني انا بصير حبا فيه، كاني بقول له انا بطل فيي اعيش من دونك. ادم قال له لله انا فيني اعيش من دونك. هون كانه الابن الصغير رح يقول له لبيو يا بيي انا بطل فيني اعيش من دونك، والابن الكبير كمان ذات الشيء رح يجي وقت يمكن يقول له للبي عن جد ما فيني اعيش من دونك، بس هيدي بدها نظره ابوه وبنوه. اذا ما صار فيها العلاقه بين الابوه والبنوه على مستوى عميق وروحي بتبقى هالشغله هيدي مبنيه على الخوف، وكل خوف بالاخير بخلي الانسان يكره صوره اللي بخوفه لبل ما يحبه، وهيدي صوره اله التدين اللي نحن بنصنعه، لانه بنصنعه بالصوره وبننحته بهالصوره هيدي وبده اياه يكون على صورتنا. من هيك الابن الصغير فل، من هيك الابن الكبير احتج، لان بدهم الله يكون على صورتهم مش هن على صورته. بس لما تلتقي الصوره الحقيقيه قدامهم ويكتشفوا من هو البي، سقطت قدام الابن الصغير هالقشور اللي كانت عم يطلع عيونه، انفتح عيونه مثل ما صار مع ادم وحواء، بس بالعكس هونيك بس تركوا البي انفتح عيونه وشافوا هن باي واقع مزرفي، هون انفتح عيونه رجع عرف من هو هالبي اللي تركه ورجع لعنده. كان رايح من عنده عن جد مفكر انه رح يلاقي مثل اي انسان فينا رح يلاقي السعاده رح يلاقي الفرح بحياته، اكتشف حاله لا فرحان ولا مبسوط، وكل منه شوي 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 عم ينحدر. لما رجع واكتشف البي، هون بتكون توبه الانسان الحقيقيه. توبه الانسان الحقيقيه وين بتجي؟ تجي بقى ما يكتشف حب الله له، رحمه الله له. بس يشوف رحمه الله وحب الله ساعتها هون ببطل له بيقول له للبي يا بي انا عن جد كنت مضيع صورتك، ولانه اكتشفت صورتك الخطيه بالنسبه لي كلا شيء، ما بتعنيني شيء بعد، انت اللي بتعنيني. ساعتها بيعمل هالعوده هيدي، وبهالعوده هيدي حتى لو بقي خطايا بحياته رح تبقى مثل كل انسان، رح يضل يتفرج بالبي ويقول له يا بي هالخطيه هيدي وهالخطيه هيدي زعجيني، تعال انت شيلهم من حياتي، تعال انت حررني منهم. ساعتها حقيقه بيطلع شوي شوي وبيبلش يتحرر من خطيه ورا خطيه. هل بيجي نهار انه نعيش بلا خطيه؟ اكيد لا، بس الفرق وين؟ انه انا لما بعترف بالخطيه. نعم. المشكله وين؟ نحن ما بنعترف بالخطيه، نحن بنصير لها مبررات. لا، قل له يا بي انا بحب الخطيه وبحب هالخطيه بالذات، وهالخطيه عم بتملي لي قلبي، عم بتفرج فيها للبي وعم قل له يا بي بترجاك طلعني من الخطيه، مش عم بقدر اطلع منها، عم ضلني انغمس فيها، عم بنغمس فيها. لما بكون عم بعرضها وعم قل له هيدي خطيه، مش خبيها، مش كاينه مبررات، مش نقول نحن كلنا خاطيين. بس تسال حدا متدين بيقول لك كلنا خاطيين، لا مش كلنا خاطيين، في خطيه معينه عم تعملها محدده، هالخطيه هيدي قل له لا الله البي يا بي هالخطيه اذيتني، هالخطيه ما عم بقدر اتركها، تعال انت تركني اياها، يعني اعطيني مزيد من الحب حتى انا اطلع منها، لان كل ورا خطيه في بحث عن الحب. مين يعني اللقاء لما يتم حقيقة بحياتنا مع الله، هل اللقاء بينتج عنه اختبار شخصي بيني وبينه بفرجيني قديش بيكشف لي قديش هو حقيقة بحبني، ولما دوق هيدا الحب ساعة ما بعود تركيزي على قصة وصايا عم خالفها أو ما عم خالفها، شريعة عم طبقها أو ما عم طبقها. يعني مثل اثنين لما بكونوا مغرومين ببعضهم خلص عايشين بهاللحظة اللقاء هيدي، هالحب هيدا ما بيعود أبدا يعمل الشغلة بس لأنه ما بيحب تزعل حبيبته يعني أو هيدا بهالمعنى، ولا حقيقة هو هيدا الحب لما مندوقه بداوينا من جوا مثل الطبيب اللي بيعطي العلاج. مظبوط، بس الحب بيتسرب على قلب الإنسان اللي عم بيفتش عليه ويدوقه ويبلش ينشفى، حط حاله على السكة، وكل ما يمشي لقدام كل ما يكون أكتر على السكة. بس كل مرة بدي يشوف الخطية بدي يقوله لبيو هيدي خطية أنا بمقطع بالقطع وبكبها بالزبالة. لازم نعترف يعني بخطايانا. صح، لأنه الهروب من الخطية عم تخلينا أكتر وأكتر نخبي هويتنا
أو نخبي حقيقتنا عن بين اللي هو بيعرفنا وبيعرف مين نحن. ايه في شغله كمان كثير مهمه خيي روجيه، انه عاده نحن بالحياه حتى الانسان اللي بيروح صوب القداسه مرات نعم بيكون مرات هربان من شيء، مش دائما الانسان بيروح صوب القداسه هيدا انسان صار قديس، هيدا انسان من هيك بتلاقي اشخاص راحوا كرسوا حالهم 20 سنه للرب، شوي رجعوا لوين؟ للمحل اللي كانوا من الاساس هربانين منه، مثل بطرس بالسفينه. لما كان بالسفينه بطرس كان خايف، مشي على المي، بس مشي على المي رجع وعي شو الخوف اللي كان هربان منه قدامه. ايه رجع وعي الخوف اللي كان هربان منه قدامه وبلش يغرق ساعتها بخوفه. من هيك نحن ما فينا نهرب من الاشياء، بنحطها قدامنا نتعاطى وبنحطها بمسارها الصحيح اذا بدك تجاه البي اللي بحبنا واللي ما بده الا خيرنا، ما بده الا سعادتنا وفرحنا، ساعتها الامور بتاخذ منحها الصحيح. أمين. كمان في شغلة بتضحك هي وما بننتبه وبطالنا، مثل ما قلت خي توفيق إنه الابن الكبير دغري عم بيقول لكن لما رجع ابنك هيدا، يعني أول شيء مثل كأنه قطع علاقة الخي، وبعد ما أكل مالك مع البغايا ذبحت العجل المسمى. شو عرفوا انه هو هيدا السؤال، يعني شو عرفوا هو انه صرف المصاري مع البغايا؟ لانه كانت القصه جواته، هو كان حابب يروح لعند البغايا اذا بناخذها من الناحيه هيك شوي البسيكولوجي. وبنفس الوقت مين بيعرف الانسان الزاني؟ الزاني. مين بيعرف السراق؟ اللي بيسرق. صح. مين بيعرف؟ كل انسان بيعرف اللي بيشبهه. اوكي، فاذا هو بالعمق شاف بخيو شيء يمكن ما يكون مزبوط، بس هو رغبه بقلبه وحرقت له قلبه. من هيك بكون بالكنيسه بس تجي شغله بالخارج، يمكن مثل حدا انا هيك سمعت يعني بمحل كان ملزق بالكنيسه، ليوم من الايام وحده فتحت له باب حتى يروح صوبه، ترك الكنيسه، ترك عائلته لان كان مزوج ولحقها هي. ليش؟ لان كانت رغبه قلبه مش جوا، كانت رغبه قلبه برا. مثل الابن الكبير قال له بدي روح اكل مع مين؟ مع اصدقائي، هونيك بدي افرح مش معك انت. ليش؟ لان بعدها الصوره بالنسبه له مثل ما قلت مشوهه. من هيك كثير عم نشدد على صوره ابوه الله، على صوره امومه الله، وصوره ابوه الله وامومه الله بتخلي الانسان حقيقه يكتشف حاله. لان كل ما اعرف مين الله كل ما اكتشف حالي، وكل ما اكتشف حالي بصير اعرف حقيقه كيف استقبل الله اللي هو غير عني بس بنفس الوقت بده اياني يكون انا. يعني المطلوب اني حقيقه اتعرف على هويتي، صح، اتعرف على حقيقتي من جوا، ولما بتعرف على حقيقتي بكون قادر انفتح على حب هالبي العظيم، وبالتالي لما بختبر اني محبوب ساعتها بقدر انه اتطلع فيك كخي، اقدر صح اتواصل معك كخي، صح، وبتتحسن هالصورة، ببطل هل الله السيد او وانا العبد او الاجير، بل انا ابن وكابن بتصرف. وبشوف هون يعني ذكرتني حقيقه بصلاه صغيره، جمله صغيره بس يعني عميقه جدا، وهي لا خوفا من الجحيم ولا طمعا بالنعيم بل حبا بل بك، حبا بك امين امين امين. هون بيرجع بجاوبه بيو يا ابني انت معي بكل وقت، وكل ما هو لإلي هو لإلك. بعده عم بيجرب كمان يقول له انت ابني، يعني مثل ما حاول مع الابن الصغير يقول له انت ابني وبتضلك ابني بالرغم من خطاياك بالرغم من قرفك. يعني شو هالحب العظيم اللي بيقبل للانسان، حب الله بيقبل الانسان مثل ما هو، حتى قادر انه يحضنه بقلب قرفه وبقلب خطيته. كمان عم بيرجع يحاول هون مع الابن الكبير يقول له انت كمان ابني وهيدا خيك، كل ما هو لي هو لك، لكن علينا ان نفرح ونمرح لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. وبيوقف النص هون. ليش؟ كتير حلو الشيء اللي هيك كنت عم تحكي عنه هلا. لما بيقول له لبيو الابن الكبير خدمتك كل هذه السنين، أول شيء مش عم يتعاطى معه كبي،
البي شو بيعمل؟ مثل ما ظهر لعند الصغير ظهر لعند الكبير. وبنفس الوقت ما شاف بيو انه الابن جرحه له، لا الصغير ولا الكبير. عمليا البي شاف بابنه المجروح وظهر لعند الصغير حتى يضمد له جرحه، وظهر لعند الكبير كمان حتى يضمد له جرحه. فاتنيناتهم شافوا مجروحين وبحاجه لحب زياده. هلا هالابن الكبير بيترك لنا الصوره معلقه، فات او ما فات، عم بيقول لي انا اليوم، عم بيقول لك انت، عم بيقول لك كل انسان بعيد، عم بيقول له البيك ناطرك، الباب مفتوح. ساعه اللي بدك بمجرد ما انت تقول نعم الباب انفتح بوجهك، وبيك رح يستقبلك. كيف احتضن الصغير رح يحتضن الكبير، وكيف انفتح عيون الصغير رح ينفتح عيون الكبير، ورح اتنيناتهم يشوفوا بانه هن اخوه على ضوء صوره البي اللي ما بتميز ابن عن ابن، بل بتعطي كل ابن خاصيه معينه، ولكن اتنيناتهم هن حقيقه كانهم عينتين بعيون البي وشايفهم اتنيناتهم بهالعينتين. امين. بس مشكلتنا خيطوا في انه البي بيشوف الاثنين، شافهم مرضى وشافهم اولاده، بس نحن عم نتطلع ببعضنا بنظره غير. يعني هو عم بشوفه مريض، انا عم بشوفه مجرم، انا عم بشوفه خاطئ. ليش عم بحكي هيك؟ خاصه انه مش من زمان نحن وبعضنا لهلا كمان حتى، ولازم على طول عم نصلي من اجل وحده المسيحيين. مش بس وحدة الكنيسة، وحدة المسيحيين هي الأساس. ليش؟ لأنه إذا أنا وخيي المسيحي ما عم نتطلع ببعضنا مثل خي لخيه بضمن علاقة أبوة وابن، بل عم نتطلع أنه وين العدل أو مين معه الحق. يعني أوقات كتير بنشوف صراع قائم بين الطوائف أو حول حقيقة من يملك الحقيقة. يعني هل يسوع هو أصبح حقائق انقسم المسيح وكل واحد بيملك حقيقة معينة عن المسيح؟ حلو السؤال. هون إذا بدي استطرد شوي، ببساطة المسيح هو الحقيقة. قال أنا الطريق والحق والحياة. سألوا بيلاطس من أنت؟ صمت، أنا الحق. فلما أقول المسيح هو الحقيقة الكاملة، معناتها كلنا ككنائس ما بنملك الحقيقة كلها. إذا بحكي عن الكاثوليك، إذا قلت بملك كل الحقيقة مشكلة، وإذا قلت الأرثوذكسي كمان بيملك كل الحقيقة كمان مشكلة. إذا عنده كل الحقيقة ليش بخلاف معي؟ وإذا أنا بملك كل الحقيقة ليش بخلاف معه؟ والخي المسيحي الثالث كمان الكنائس الإنجيلية ليه بدي أعتبره كمان مش خيي وبعتبر أنه هو بيملك كل الحقيقة؟ الثلاثة هن ضمن الحقيقة اللي هي أكبر منهم. المسيح بيملك على الكاثوليكي، بيملك على الأرثوذكسي، بيملك على البروتستانتي، ولا بل المسيح بيروح أبعد. المسيح مش بس هيدول ولاده، في عنده ولاد كمان خارج رعيتي، بيقولها بإنجيل يوحنا، لي خلاف خارج رعيتي ولا بد لي أن أقودها. حتى في المطران جورج خضر بيحكي كلمة كتير حبيتها أنا، بيقول المطران خضر علينا أن نوقظ المسيح النائم وين؟ في سائر الديانات. فكأنه المسيح الحقيقة الكبيرة حاضرة، بس بدأ المسيح يروح لعند الآخر وشو يقول له؟ يقول له أنت عندك بي بحبك، بي رائع. هالنقطة هيدي كتير مهمة. من هيك لما بنصير، وأنا مشكلتي هلأ صارت مش بس مع الكاثوليكي والأرثوذكسي، مشكلتنا العميقة هي مع بعضنا نحن ككاثوليك. أنا بنظر لله كبي، التاني بينظر له كتاجر. أنا بروح أنا وياه يوم الأحد نتناول من ذات المائدة، مائدة الرب، ولكن بنفس الوقت انا وياه ما بنلتقي. ما بنلتقي ليش؟ لانه انا بعتبر حالي هو انا الصح وهيديك غلط. انا بملك كل الحقيقه والتاني ما بيملك شيء. مين قال لك؟ مين انت؟ مين المعيار؟ المعيار بيبقى هو يسوع هو الحقيقه، والحقيقه اكبر من انه انا احتويها. هي بتحتويني، بتحتوي كل الكنائس، بتحتوي كل الافراد، وبتبقى اكبر من كل الكنائس ومن كل الافراد، وبتبقى اكبر من الكون ومرهم ساعد كل هالكون الكبير. امين امين. حقيقة خينا توفيق، شيء رائع اللي عم ينحكى. وأنا طرحت هذا السؤال لأنه للأسف إذا منطلع على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك منشوف الخلافات اللي عم بتصير حتى بقلب طائفة واحدة، والعبارات اللي عم تستخدم أوقات للأسف ضد بعض، وكأنه حقيقة مثل عم نقول هل انقسم المسيح. يعني كل واحد عم بيشد
عم بيكسر جسد هالمسيح، بس مش ليتحد بجسد المسيح وخيو الإنسان، بل وكأنه كل واحد عم ياخد شقفة لإله ويقول أنا المسيح معي. فأنا بتشكرك حقيقة على هالكلام الرائع، وهال حقيقة كلمة الله اللي بتدخل على قلوبنا وبتغير لنا حياتنا وبتجمعنا وبتخلينا ننفتح من جوا على حب البي وعلى علاقتنا مع بعضنا البعض. أنا بتشكرك، وأنا بشكرك كمان، بشكر أخوتنا المشاهدين. الفرحة العظيمة اللي أعطيتنا إياها الليلة من خلال كلمة الله، وأكيد نتشكر مشاهدينا الكرام، ونلتقي أو على أمل أنه صديقتنا ياسمين تقوم بصحة وسلامة، ونلتقي فيكم الله راد. سلام المسيح.